يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العز ابن عبد السلام هل هو الملقب بسلطان العلماء وهل هو شارح العقيدة الطحاوية؟ نعم، هو الملقب بسلطان العلماء لقوته وصرامته، وأنه لا يخشى في الله لومة لائم، ويواجه الحكام بالعزم والقوة، لأنه لا يخشى في الله لومة لائم، ولذلك لقب بهذا اللقب. وأما شارح الطحاوية فهو ليس العز، إنما هو العز بن أبي العز ابن أبي العز، وهو حنفي. أما العز بن عبد السلام فإنما مالكي أو شافعي وليس حنفيا. نعم.